السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم حلقه جديده من برنامج قام اقول لك. اليوم عندنا 8 ألعاب نسخ خاصه كانت غاليه اول ما نزلت. وقام اقول لك بالمركز الثامن عندنا سكايرم كولكترز اديشن، سعرها $287 اول ما نزلت وياها الثرون مال دراجون كبير، شيء طيب. وقام اقول لك بالمركز السابع عندنا اساسن سكريد 2 ماستر اساسن اديشن، سعرها اول ما نزلت $300 وياها مجسم اتسيو كبير، مجسم قوي. وقام اقول لك بالمركز السادس عندنا روك باند ذا بيتلز كولكترز اديشن. شنو الفرق تكفى؟ بس صوب البيس درام حاطين لك شعر ذا بيتلز وسعره $488 اول ما نزلت. ليش والله؟ اشتري العاديه واروح اسوي كرتونه على هذا. وقام اقول لك بالمركز الخامس عندنا ذا لاست اوف اس بوست بانديميك اديشن ويا مجسم الي وجول، مجسم جبار ماكو كلام عليه. وسعرها اول ما نزلت $760 بس حاليا سعرها فوق بالعلالي طاق $3000، شيء قوي يسوى والله. وقام اقول لك بالمركز الرابع عندنا دارك سولز 3 برستيج اديشن وياها مجسمين، كل واحد يقول لك وكوخر انا احلى. سعرها اول ما نزلت $860 يا اخي، شيء جبار يعني، لو اشوف الحين راح اشتري على طول بدون لا اقول لك شيء. وقام اقول لك مركز ثالث عندنا انشارتد 2 فورتشن هانتر اديشن، بس 200 حبه فيه، يكون وياه الدقر وعشان تشتري لازم تكون لاعب وقت معين بالديمو، وسعرها ما يقارب $7500. وقام اقول لك مركز ثاني عندنا داينج لايت ماي ابوكاليبس اديشن، عاد هذا انا بشتريه، تدرون ليش؟ لانه يكون وياه ملجأ صدقي، مقلبه ديوانيه، ويعطونك دروس حق سرفايفل حق الزومبي، والمطورين يقدرون يحطون ويك باللعبه. كم سعرها؟ عاد هني صدق قام اقول لك تقريبا $360,000. بس قطيه انا والشباب نشتريها عشان نقلب الملجأ ديوانيه. وقام اقول لك بالمركز الاول عندنا، عاد هني صدق قام اقول لك سينتس رو 4 سوبر دينجرس واد واد اديشن، حبه واحده بس سعرها $1,000,000. شنو وياها؟ اقامه 7 ليالي برج العرب، دروس تجسس، ريبليكا دب ستيب جان، لامبورجيني، رحله للفضاء. ايش رايكم قطيه؟ تاخذوا كل شيء انا بس اروح رحله للفضاء، لامبورجيني نقطها فور سيل، ايش رايكم بس؟ بس هذا اللي كان عندنا بحلقة اليوم. هذه كانت أغلى ألعاب كولكترز إديشن أول ما نزلت، عندكم من $200 للمليون. وبس، وقررنا نسمي البرنامج قام أقول لك، عاد قولوا أنتم شنو رأيكم، وكتبوا لنا تحت بالكومنتات شنو أحسن لعبة كولكتر إديشن بالنسبة لكم. وبس قام أقول لك والله.